مساء الخير عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين ويعودوا عليكم الايام بالخير. النهارده حلقتنا مختلفه شوي، معانا الست اسماء الجوهري الشيف بتاعتنا، وهتغني لنا كده شويه اغاني كده حلوه من اغانيها الحلوه ديت. أيوة. بس على مزاجان لاناني الخاله، ومعاني الاخصائيه النفسيه الاستاذه مني، واخصائيه التربيه الخاصه هتأنسنا كده وتنورنا. هي ما بقتش إضافة، هي بقت إيه؟ صاحبة الدار. بس أنا برضك الأساس. نورة يا دكتور. إيه يا حبيبتي، أنت هترحبوا ببعض وأنا قاعدة؟ أيوة لازم. هنبدأ الليلة دي مع الشيف سو، إحنا هنقول لها سو، إيه بالطبخة الجديدة؟ هتقول لنا هتعمل لنا إيه؟ هنعمل النهاردة شاورمة فراخ سريعة كده، إيه؟ علشان الناس اللي بتبقى مزنوقة في الوقت، إيه؟ تقدر تجهز. والنبي يا أختي إيه اللي زنقكم؟ مالها الطواجن؟ في ناس بتشتغل، لازم نراعي ظروفهم. مش هعطل، قول يلا. هنقول المقادير، هنقول نص كيلو صدور فراخ، زبادي، فلفل الوان، ليمونه، ثوم، مكعب مرقه وبصله ومستردة، والزيت طبعا علشان هنحط الحاجات دي كلها. والخضره دي نظامها ايه؟ هنشمها؟ ده هنقدمه بقى في الاخر. ايه؟ البقدونس ده اللي مش للشم. ايه؟ مش للشم. ايه؟ ده مش ورد. وايه ده؟ ده التوابل بتاعتنا، ده زعتر، بابريكا، سماء، جنزبيل، كزبره ناشفه، بهارات فراخ، جنزبيل وفلفل اسود. يلا تمام كده، قول بسم الله ونبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا ايه يعني حابه ان انا اقعد معاكم وقت طويل، فقلت ان احنا هنقطع الفراخ مع بعض سوا. يعني هتجنسينا كتير. لا ممكن بقى عليك. ايه تشوفوا كده يعني المواضيع اللي انتوا مالكيش دعوه، وانا انا هخش معاكم في المواضيع على فكره. هخش معاكم في المواضيع كده. حاجه وانت بتقطع الحاجات دي. طيب تحبي تسمعي ايه بقى؟ لا سمعينا، شوف نشوف زوجك. ماشي، سمعنا احلى وداع يا دنيا وداع. يا بتسأل لي عليا وتقول وحشك عنيا، بتسأل لي عليا وتقول وحشك عنيا، من امتى انت حبيبي وداري باللي بيا، من امتى انت حبيبي وداري باللي بيا، يا اللي بتسأل عليا مالكش دعوة بيا، بتسأل ليه عليا. يا اختي نرجع لنا مساء. دلوقتي قبل ما الست اسماء الجوهري تقطع الفراخ هحكي لكم الحكايه، وطبعا زي العادي هتحكموا عليها وياي. الحكايه النهارده حكايه اختي بهاني اللي ظروفها تعبان، قصدي اللي كانت تعبانه. قال ايه؟ فاكره اني بحسد ليه؟ هو انا شويه ولا ايه؟ ده انا حالي قش ومية مية. جوزي اسم الله عليه بقى عنده أجانس عربيات، وبقى يا مهني ويا مهناك، ولا شقتهم اللي كانت عره وما تساويش بقت على سنجة عشرة وما قولكيش، ولا ولادها ولادها ما قولكوش، اللي كانت في مدارس العيال الغلابة بقت في مدارس هايلة وبتقول ماما وبابا، وبقى يجيب حتة أرض وبيقول هيبني فيها فيلا بجنينة. المهم قلت أخد العيلين وأروح أطمن عليها حبتين، ودخلت من هنا ورحت مقعدان في وسط المسافرين، وأنا لسه بقول ليه يا بتي يا بهان أنت جايبة الزهرية الحلوة دي منين؟ بعيد عنك، راحت واقعه ومكسومه نصين. قالت لي ولا يهمك يا نفتالينا يا اختي، عندي منها اتنين يا بهاني الله يرحم، هنقول ايه. المهم راحت واخداني معاها على اوضه النوم عشان توريني العبايات والهدوم، وهي لسه بتفتح الدولاب من هنا قامت الظرفه وقعت على رجلين، وبعيد عنكم لقيت بوزها اتقلب وحلها بقى عجب، وتقول لي هو احنا اصطبحنا بوش مين؟ لا تكونش صابتنا العين؟ قال يعني انا اللي صبتها يعني. بعيد عنكم سمعت الكلمتين وخدت العيلين، ومن يومها لا رفعت عليا سماعه ولا جات لي البيت. قعدت طول الليل افكر هواني عملت لها ايه؟ هواني اللي كسرت وبهدلت؟ ولا يمكن عشان لا سميت ولا كبرت؟ طب هقول ايه؟ برضك هي عندها حق، وكل واحد لازم يقفل عليه باب وما يحسد المال الا اصحابه، والمفروض اللي اتمناه لاختي اتمناه لي، واللي يزعلها يزعل، واللي يجرحها يجرح. كده انا غلطاني؟ لا طبعا. لي عداني العيب طبعا.
قولي لي يا ست تيمون، انا كده غلطانه؟ الاول ميرسي تاني ان انا موجوده معاكم، وكل شيء من سيمون انتوا طيبين وانت بخير. الناس كلها الظاهره اتحبست امبارح فقررت تنزل النهارده. ايوه فانا شخصيا حسبت الطريق. ايوه ده اول حاجه. قولي بقى انا اللي حسبتك زي اختي بهاء. لا حريه. ايوه فاكره حريه؟ لا ما اعرفش حريه. انا عارف بهاء، انا نظيفه تعبانه. محمد صبحي ازاي؟ ايوه حريه. ايوه اديني طالعه حريه كده. طيب هنسمع بس الست مها. سمعينا ست مها صوتك. الو. الو. ازيك يا ست مها؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا عناية. ازيك يا مها؟ قولي قولي اللي عندك. تسلم ايدك على الاكل ده. الله يسلمك يا حبيبتي. قولي في حاجه عايزه تعرفيها؟ حد حسدك يا مها اليومين دول؟ يعني حبايبي يعني. الله يحبب فيك خلقه يا رب. في حد حسدك اليومين اللي فاتوا يا مها؟ ها؟ في حد حسدك اليومين اللي فاتوا؟ لا. ولا حسدتي حد؟ لا. اخص عليك. ركزي يا مها بس. ركزي. اهم حد يعني. ايوه. طيب يا مها قول. عايزه تساليه على حاجه؟ اهني مس مريم مريم بعيالهم المجيد يعني. الله يخليك. كل سنه وهم طيبين. كل سنه وهم طيبين. طيب يا مها نرجع لحريه. اتفضلي. نرجع لحريه. شكرا يا مها. احنا ممكن نتكلم النهارده على سيكولوجيه الحاسد وسيكولوجيه المحسود. ايوه الاثنين مع بعض. وانا بقى من الحاسد ولا من المحسود؟ لا انت زي الفل. اولا احنا أيوة. ممكن نتناول الموضوع بشقين. ايوه الشق الديني البحت اللي احنا بنتكلم فيه والشق النفسي. ايوه الشق الديني اللي هو احنا امرنا بان احنا ونستعين على قضاء حوائجنا بالكتمان ده اكيد. ايوه احنا كمان امرنا ان لما نشوف حاجه حلوه نقول ما شاء الله لا قوه الا بالله. ودي أيوه. الايه المذكوره في سوره الكهف. أيوه. ويقال والله اعلم من عشان ما كنتش بقول حاجه مش متاكده منها قوي ان ما حتى لو كنتي انت حد من جواكي سيكولوجيا ما انتيش حد حاسد الا ان العين بتتمثل الشيطان بيتمثل في نين العين اذا لم اقل هذه الجمله. طيب هنسمع ست ليلى ونرجع. الو ليلى. يا ليلى. يا ليلى. السلام عليكم. وعليكم السلام. قص عامل ايه؟ مشكلة الشيف طبعا عن الاكل اللي هي بتاع بابا الجميل ده. ايوه. اكل الجامد. حبيبتي تسلمي. وكل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. طيبه يا ليلى. ها يا مريم ما فيش حد حاسدك اليومين اللي فاتوا؟ يا ليلى. يا ليلى. حبيت ارن على الشيخ كده. وانا بكلم الشيخ لقيته بيقول لي تتجوزيني. مين ده؟ سعيد الحظ ده. مين سعيد الحظ ده؟ ما قاليش ما قاليش ليه؟ فاكرني هحسد ولا ايه؟ طيب اما اشوف نورتينا يا عناية. نحط ال اتفضل. نرجع تاني للحسد من وجهه النظر الدينيه البحته. ايه فاحنا امرنا اكيد ان احنا ناخد نعمل كل الحاجات دي. من ناحيه النفسيه المحسود دايما او الحاسد الاول سيكولوجيا الحسد عباره عن حاله نفسيه عباره عن طاقه سلبيه. طاقه سلبيه كل اللي بيبقى بيفكر فيه البني ادم ساعتها اللي هو رافض الواقع اللي هو فيه، فباصص دايما للي عنده للي قدامه للي في ايد غيره. فده دي سيكولوجيه الحاسد نفسه. سيكولوجيه المحسود، وانا عندي هنا جمله اعتراضيه شديده ان ما ينفعش يا جماعه تبقى دي الشماعه. ايوه. يعني كل ما يحصل لنا حاجه ده محسود وده مربوط. واصلي طيب. ما اصلي الناس ايوه ما بتسيبش حد في حالها. طب ممكن تربط لنا يعني الاكل ده ببعض وتقول لنا المقادير؟ عينيا. اقول تاني المقادير؟ طب ناخد الست مية الاول. طيب الو. الو انت عارفه لو قلت يا شيف ما قلتيش يا خالد ولا قلت يا منى ولا قلت يا منى كله جاي النهارده عشان الشيف. قول ازيك يا شيف عامله ايه؟ ازيك يا عمر عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. احنا هنقتل الشيف. كل سنه وانتم طيبين. انا سعديه ازيك وانا نعم ايه؟ من اسيوط. يا اهلا باسيوط واهل اسيوط بلد الرجاله. انت
عارفه وجهه نظرنا، احنا مع الصعايده قلبا وقالبا. ايوه شكرا، راحت مننا. شكرا باهل اسيوط. المقادير يلا يلا بينا. مقادير مقادير. هنعمل بقى التتبيله الاول، هنحط الزبادي بتاعنا، وبعدين هنحط مستردة، معلقه مستردة كبيره. المقادير اهي عندكم على الشاشه. هنا عندنا بقى البابريكا والزعتر والفلفل أيوة. الاسود، الجنزبيل، توابل الفراخ، والكزبره والسماق. أيوة. هنحط بقى ده كله كده. على فكره المخرج بيعاكسني في التلفون. ايوه. تفتكر يعني ان هم مش سامعينك وانا مش هقول؟ هقول له. المهم ما يحسدكيش. ايوه. هنحط ليمون. مين بيعاكسك؟ المخرج. لا ما ينفعش الكلام ده وانا واقفه، ما يصحش. كفايه اللي بيتصل يا اختي. ما يصحش لان كفايه اللي بيتصل كمان. اللي بيتصل. لا معلش الفانز بتوع ايه؟ محظوظه كده ليه؟ دي طالعه الفريه. الفانز بتوعي على فكره. ايه ده؟ وانت ايه الحلاوه دي كلها؟ ايه ده؟ ايه ده يا ناس؟ انا ما بحسدش. ما هو انا بقر بس. هو بيتقال بقى جمله ما شاء الله لا قوه الا بالله، حتى عن ولادك بتحميكي ان حتى اللي انت قلتيه ما يحسد المال الا اصحابه، انها تبقى موجوده. إن وانا دايما بتكلم عن اي حد، عن حاجه عجباني، عن حاجه حلوه، لازم ما اتكسفش اقول ما شاء الله لا قوه الا بالله. نزل لنا الفراخ ما شاء الله لا قوه الا بالله على الشاورما والتدبير. ما شاء الله ما شاء الله. قلت اهو انا اعترفت. هديكي شوية زيادة. ايوه. الشندوشت اللي طالع ده بتاعي. شندوشت همبرجر. أيوة. فالجملة بقى الاعترافية اللي انا كنت عايزة اقولها لكم، ان ما ينفعش ابدا ان احنا كمان يبقى دي شماعتنا الوحيدة في الحياة. ايوه. ان كل ما يحصل حاجة اصل الناس عرفت. الناس ما بتبصش لتصرفاتها، ويقول لك ايه ولا بيصلحوا من نفسهم. أكيد. يقول لك ده محسود، ده مربوط، ايه اللي غير فلانه؟ ايه هو اللي غير موجود علانة؟ جزء كبير منه، لان احنا زي ما قلت طالما قادينا لكن احنا في جزء. احنا كشعب مصري او دا عربي دايما نقول ده حب مرته، ده مربوط، ده مش عارفه العيل وجع، ده محسود، ده مش عارفه. ما هي اسهل حيله دفاعيه الاسقاط، ان انا ابقى احنا انا مش ما بنعالجش. احنا ما بنعالجش السبب ليه بقى؟ عشان انا مش ببقى دي اسهل حيله دفاعيه. زي ما بقول لك هو اسهل حاجه النفس البشريه بتركن الى نظريه الاستسلام. إيه؟ فانا ازاي استسلم واخرج من حاجه؟ اخرج منها ازاي؟ خلاص هي باظت عشان انا قلت. أيوة. هي باظت عشان اتحسدنا. طيب هي باظت عشان المشكله. انا بيحصل معايا ساعات الكلام ده اسمه الايحاء اللي انا دايما ابقى ربطها. هو موجود، انا يعني مقره تماما. لكن لو في كل حركه من حياتك ربطتيها او اوحيتي لذاتك ان ده حصل لك عشان اتحسدتي، دي مشكله كبيره. دي مشكله كبيره انك ما بتبقيش شايفه ان اولا قد الله ما شاء فعل في حاجات كتير. ما بتبقيش شايفه ان في جملتين كان حد يعني زميل عزيز قالها لي لسه امبارح، تحضرني الجملتين إيه؟ فجأة دلوقتي الناس ما بيفرقوش او بيبقى عندهم تخبط في جملتين، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان واما بنعمتي ربك فحدث. طيب ناس كتير بتبقى مش عارفه طبعا هون افرج امتى ان انا محسود او ان انا تصرفي غلط. بصي اولا بصي ان انا محسود. طب الاول اسمع، عايزه اقول لنا حاجه. خلاص الطاسه سخنت، لازم الطاسه تبقى سخنه طبعاً جدا طبعا. يا جماعه تحيه حايره طايره لام الست اسماء الجوهري. الطاسه دي بتاعتها. ايوه. مساء الخير يا ماما. لازم الطاسه تسخن كويس علشان الفراخ ما تنزلش ميه وتبقى طعمها تاخد الشوك يعني. نديها الصدمه بتاعتها كده. أيوة. تشي يعني دي سامعه التشي دلوقتي عشان اضمن ان اسماء ما تخشش الدار اخد الطاسه. لا مش هروح. هروح معاكي على طول. هروح معاكي البيت بقى على طول كده. معانا الست ايمان. الو الو الو. ايوه احنا هنا شويه. ازيك يا ست ايمان؟ انت عايزه تعلي؟ عايزه اعلي شويه. الو هو مش عارفه هو ما بيعلاش ولا ايه. طب معانا ليلى. ايوه السلام عليكم حبيبتي. حبيبتي
حبيبة قلبي يا سمسمة، حبيبتي يا أحلى صوت ماما. في الدنيا وأحلى أكل وأحلى نفس. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. ازاي حبيبتي، تسلمي لي يا رب، دايما كده تكوني أحسن الناس يا رب. عينينا احنا الاثنين. هو ازاي ده صوت ماما؟ ما شاء الله يا قوة إلا بالله. ماليش لحالي، تقول لك ازاي صوت ماما؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني حبيبتي تسلمي، حبيبتي تسلمي، ربنا يبارك لك يا رب فيها ويطلقها الحلوه دي. ربنا يخليكي يا ماما، كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي، انت وكل سنه وانت في وسطينا. وانت طيبه يا حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا. تلزمك اسماء تروح ولا تلزمك الطاسه؟ اختاري. انا ما استغناش عنها طبعا. حبيبتي يا ماما، ربنا يخليكي، دي اعلى دي منوره اكتر. تسلم يا حاج، تسلم. معانا إيمان من القاهرة، يا قاهرة المعز. شم الريحة. ألو ألو. أيوة. ألو هنفتح. شيف أسماء منورة الدنيا حبيبتي، ربنا يخليك يا رب. بقول لكم إيه، البرنامج اسمه حكايات الخالق. عايش يا جماعة، عايش. بص أنا عايزة أقول لكم حاجة، أنا أول مرة أشوف البرنامج ده. أيوه. وده طبعا كان في الأول عشان خاطر الشيف أسماء. أيوه حبيبتي. لكن بجد هو برنامج لذيذ، فكده أنا هتابعه كل يوم يعني. لذيذ بيه. وأنت حكايات الخالة نفتاليني، مش حكايات أسماء الجوهري. لا ما هي ليها حكايات كتير معايا، هو صوته مش واضح قوي معايا، لكن انت منوره الدنيا. حبيبتي يا ايمي، ما تحرمش منك، ربنا يخليك يا رب. انتوا الثلاثه حلوين. الله يكرمك وبمس عليكم. ميرسي يا حبيبتي، الله يبارك. واني حاسوسي هقعد بقى. اه بالظبط. ايوه احنا هنبخر بعد ما نخلص. شكرا. انا هحط بقى هنا المكعب بتاع المرقه ده كده. شمة ولا ايه؟ لا لسه ما وصلتش عندك؟ لا. طب مش هتاكلي بقى؟ مش هاكلك. عندي بقى حاجة عايزة اقولها لكم في حكاية الحسد وعين الحسود فيها عود، ان جداتنا بقى زمان. ايوه. واتيتيود بقى والتصرفات اللي مع الاطفال الصغيرين. ايوه. وان هو لما طفل بيبقى صغير بيبتدي يبقى في مكان ويضحك ويهزر. أيوة. و ويرجع بالليل يعيط، بيتنكد، اذا هو اتحسد. ايوه صح. فيبقى في تاني مرة، اول مرة يبتدي يعمل فيها الاتيتيود ده، يتقرص عشان يعيط قدام الناس. بالظبط. عشان هو كده. لا بس احنا مش هننكر يعني مش هننكر عدم وجوده. ايوه. وان انا دايما زي ما قلتي، احنا بنتحصن باذكارنا وبنتحصن باللي انا بتكلم فيه. أيوه. وانا شخصي بقول دايما عن ولادي، عن اي حاجه بتكلم عنها لاي حد، ما شاء الله لا قوه الا بالله. ونحاول تمام. نراجع نفسنا بأخطائنا. في حاجه حصلت معايا قبل كده. أوكي. في واحده يعني كانت شافت بنتي وقالت لي ابعتي لي صورتها. اول ما بعت لها صورتها على طول، والله العظيم البنت وقعت حته وقعه من على الكنبه. احنا اتفقنا على انا بقيت مذهوله. لا لا لا، هو موجود، وانا شفت حالات على فكره بتوصل يعني هو لمرحله سبب الحسد ده، يعني حاجه كده شعاع حالة بيطلع نفسية. يعني لا لا، ده حاله نفسيه بتخص الحاسد، لان هو عنده طاقه سلبيه. رفض للواقع وتمني زوال نعمه الغير. ايوه ايوه. تمني غير كتير النفوس السويه اللي بتبقى عايزه. طب اللي أنا عندك أختي، عندي انا اختي بهانة اللي ظروفها كانت تعبانه. أيوة. يعني انا ما حسدهاش. بصي هي واضح ان هي عندها الايحاء عالي. أيوة. فربطت دايما، هو ده الربط اللي انا بتكلم فيه. أيوة. ان ربطت بين اصل ولدها عدى من قدام الزهريه. ما هو بقول لك اهو. أيوة. في حاجات انقسمت نصين. في حاجات المنطق بيخضع ليها. أيوة. وفي حاجات لو احنا عايزين نشوف من غير المنطق هنعمل العقده. طب يعني هو الحاسد بيحس بنفسه؟ لا الحسد مش بيحس بنفسه. انا قلت، انا اعترفت، انا قلت لا يعني. طبعا يعني. لا بس هقول لك على حاجه، هي الفكره كلها ان انت برضو بقول قناعاتك ايه. إيه؟ ان انا لما بقول انا بحمي نفسي، لما بتكلم كده وادخل عند ناس واقول ما شاء الله اخويا هو الا بالله واتكلم إيه؟ بالطريقه دي، انا بحمي عن نفسي، بعمل حته صد لنفسي، ان حتى لو حصل حاجه انا دايما اقول ان المحسود اللي بيقول بيريليتد او بيربط كل حاجه بتحصل له في حياته بانه محسود، ممكن يكون هو نفسه من كتر رفضه للواقع هو عنده طاقه من الحسد. ايوه فاهمة قصدي؟ الست سو حطت من شويه فص حطت حاجه من الاول. يضحك علينا عشان ما حطيتوش من الاول علشان ما يتحرقش، لما يطول على النار الفراخ ما تتحرقش. ايوه فعلشان تبقى مصحصحه. ايوه 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 افتكريني يا عيني. انا واخده بالي واخده بالي. هحط بقى الفلفل الالوان والبصل، دول يعني مش هنطول عليهم بس يعني يتبلوا كده يشموا النار. يشموا بس. إيه كده احنا شامين احلى روايح بصراحه. ايوه وحاطيني جنب ما انتي قاعده قدام الطاسه بتاعت الحاجه. ايوه
يا طنطا هنحافظ على الطاسة. سمعينا حاجة بقى يا ست سو. حاجة عن الحسد بقى يا سو. يا حاسدين الناس مالكم ومال الناس. مالكم ومال نفتاليني. مش حافظاها دي. طيب قول. للأسف. طيب نقول ايه؟ نقول اكدب عليك مثلا؟ ايه. استني. ايه؟ استني شوية كده قلبي وبعد كده ايه؟ وبعدين اكدب؟ اكدبي عليه براحتك. طيب. قلت استني. هي شغلانه ولا ايه؟ هو كلمه ما بتسمعش في الدار دي ولا ايه؟ خد الاوردر ودي. عنيفه قوي جدا، اجريسيف جدا. انا عايز اسمع الحاسد ممكن يعمل ايه تاني؟ الحاسد ممكن يعمل ايه تاني؟ او المحسود. المحسود هو المحسود دايما زي ما بقول لك كده، حد واثق تماما وانا ما احبش ان ده يكون موجود. طيب ما احنا كده بيحصل. انا ما قلتش واثق تماما من انه هو كل حاجه بتحصل له في حياته ريليتد للحسد. انه دايما محسود ودايما الناس بصاله، ودي حاجه مش حلوه. ايوه. انه يفضل هم هيقطع الناس بالظبط. أيوه. وهيبقى دايما في حاله نفسيه مش حلوه، ودايما هيعملها الشماعه. هو دايما هيعملها الشماعه ان انا مش هروح عند فلان اصله بيحسدني. وممكن ما يبقاش ناس غريبه، ممكن يكون اخوات بالناس. ممكن يكون الست تقول لجوزها لا مش هروح عند اخوك او عند اختك اصلا. مش انا كنت لسه بقول لك الناس عندها كونفيوجن او تخبط بين جملتين. إيه؟ واما بنعمه ربك فحدث. طب امتى اعملها؟ إيه؟ انا مقتنعه تماما ان طالما الحاجه اوريدي موجوده مفيش حاجه اسمها اصلا انا لما قلت الدنيا باظت. إيه؟ مش حاجه اسمها كده. صح. لكن في حاجه اسمها حسد موجود. في حاجه اسمها بحصل نفسي. إيه؟ لكن ان انا كل ما اتكلم عن حاجه تبوظ، طب ما هي اوريدي حاصله. طب عايزين نسمع الكدابه دي هتقولي. قولي. اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك واكذب عليك لو قلت بحبك لسه اكذب عليك واكذب عليك لو قلت نسيتك همسى اكذب عليك امال انا ايه قول لي انت انا ايه اختار لي بر وانا ارسى عليك امال انا ايه قول لي انت انا ايه اختار لي بر وانا ارسى عليك انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي. هو ما بيقولش ليه؟ يعني محسود مش فاضي في لسانه. مش فاضي كده. احنا خلاص خلصنا كده، خلاص الشاورما بتاعتنا استوت بقت زي الفل. احلى حاجه في الفراخ انها مش بتاخد وقت. ما بتاخدش وقت خالص. يعني هي مش شمت. انا دوق. يلا بينا هنطلع بقى الطبق بتاعنا بتاع التقديم. ايوه. وبعدين ندوق براحتنا بقى. انت عايزه تدوقي هدواكي انت. يعني ايه ندوق براحتنا؟ انا قلت لك انا صاحبه الدار وانا دوق. قلت لك ما يعجبني. هي مش عايز تاكلنا على فكره. مش عايز تاكلنا معايا. حاضر عشان المخرج عايز ياكل. حاضر هناكل. ما تكرتش يا جماعه. حاضر. احنا على فكره معانا هنعمل منها سندوتشات دلوقتي. ايوه. كله هياكل يعني؟ كله هياكل. هنعمل حاجات حلوه. احنا ممكن نكتفي بدول بس. ما شاء الله لا قوه الا بالله. هنجيب منديل دلوقتي. ايه رايك في الريحه؟ حلوه. انا ما بعترفش بالخشمه. طب يلا خدي بالدواج. انا خد اكبر حته. اديله سخنه جدا. ايه بقى؟ ايه بقى الكلام؟ كلام كبير. شويه بقدونس. شويه بقدونس هتقلبيها بقى. هتقلبي ايه؟ ولو اتقلبت تبقى ايمان. لا اوعوا. لا بالمره. مجهودي. نعمل سندوتشات ولا ايه؟ نعمل البسبوسه الاول. اوكي ماشي زي ما انت عايزه. طيب نرجع تاني بقى للعادات والتقاليد اللي الجداد بقى كانوا بيعملوها عشان
وقايه الاطفال من الحسد. ايوه بنعمل ايه لو شاطره قولي انت قولي بقى. لا 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 اما نشوف اما نشوف خبراتكم. لا دي حاجاتك انت. لا معلش انا حابه امتحنكم. قولي لي كده جدتك وانت صغيره كانت بتعمل ايه عشان خاطر على ايه لما تبقي محسوده؟ لا والله ايه لا ما تقوليش مالك والنبي ما تقول. احنا هنعمل ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ يعني مش هنلحق نعمل البسبوسه؟ فعلا مش هنعمل بسبوسه فعلا. اعمل ايه السندوتشات؟ طب نعمل السندوتشات؟ ها نعمل السندوتشات؟ نعمل ايه؟ طب قولي البسبوسه بتتعمل ازاي؟ يلا يعني هنقول المقادير بس ومش هنعمل؟ اوكي طيب معانا المقادير. حطي على بعض وقولي وبسبوسهم في الصينيه بس كده وناكلها احنا برضو يا جماعه. مالكم؟ المقادير على الشاشه. مقادير 350 جرام سميد، 90 جرام لبن، 90 جرام سمنه، 30 جرام جوز هند، 140 جرام سكر، 60 جرام سكر جلوكوز. ده المقادير البسبوسه. مقادير الشربات 200 جرام سكر، 400 جرام ميه، 50 جرام جلوكوز، ومعانا فانيليا ومعانا ليمون. تمام؟ ايه ما تحطيش السكر كتير عشان هو ما بيحبش السكر. لا لا هي مظبوطه. هي مظبوطه ما تخافيش مظبوطه. ده المخرج عشان ما بيحبش السكر كتير. احنا مش هناكله. طيب نحط الاول الشربات على النار. نحط غريبه مع انه بيحب الجبن. ايوه شفتي؟ شفتي الحسودي؟ يلا قولي لي بقى جدتك كانت بتعمل فيكي ايه وانت صغيره؟ لا لا انا جدتي دي كانت روحي 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 الله يرحمها. الله يرحمها. كانت بتعمل فيكي ايه؟ لا كانت بترجيني. اه تمام. ايوه كانت بترجيني وما كانتش تطلعني على حد. هي عارفه ان عيني عيني ايوه بقى انت حلوه عينك حاضره. ايوه 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 انا اللي في القلب. اللي في القلب. تمام. نحط السكر الجلوكوز. انا كل اللي يهمني في موضوع الحسد ده ان احنا الناس يبقى عندها فصل شويه بين اننا الايحاء بوجود الحسد في كل موقف. احنا اتورثنا الحاجات دي. ده حقيقي. ايوه ده حقيقي. دي حاجه كنت لسه هقول لك عليها عشان كده بتكلم على التراث القديم. أيوه. في كل بيت وفي كل زمان وفي كل مكان انت عندك قاعده من الموروثات. ايوه للاسف بتفضل مغطيه علينا في حياتنا. مش بانكر خالص وجوده طبعا. أيوه. والا ما كنتش ابتديت بالجزء الديني فيه اللي هو نعمل ايه. أيوه. وايه سيكولوجيه الحاسد ده اصلا. أيوه. بيبقى شكله عامل ازاي من جواه. ان انا اقي نفسي ازاي ان انا اولا معانا عزه من اسكندريه عايزه تسالك سؤال. يا اهلا وسهلا. تقول لنا الجو عندهم حلو الاول ولا ايه؟ يا عزه يا عزه يا سكريم. ازيك يا حضرتك؟ ازيك يا حلو عامله ايه؟ ربنا يكرمك الحمد لله تمام. بصي يا حضرتك انا بتكلم عن موضوع الحسد دوت. أيوه. انا دايما بكلم ابقى مثلا رايحه عند حد وادخل اقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله ومفيش فايده ولازم يحصل حاجه لدرجه ان انا يعني قررت ان انزل من البيت مع انه والله العظيم يعني الواحد بيبقى نيه نظيفه وقلبي ابيض ومفيش حاجه. فانا مش عارفه في ايه. لا انا اقول لك تعملي حاجه بقى لطيفه جدا. قولي بسرك ما شاء الله لا قوه الا بالله وما تقولهاش قدام حد وما تفكريش في اللي حاصل. يعني نبطل نربط نبطل نربط. صدقيني الايحاء اللي جواكي هو اللي مسبب لك كل ده. ما ينفعش نربط بين الاحداث. يا جماعه الحسد موجود والحسد مذكور في القران والى درجات السحر مش بس درجات الحسد. صح. لكن لو كل خطوه خطيناها وكل مكان رحناه هنقول او نخاف ان احنا نبدي اعجابنا بحاجه لحسن بقى محسوبين. انت بتعكسني في السماعه فيبقى تفتكر ان انا مش هقول. على فكره المخرج ده انا هوريك المخرج النهارده خلاني مش عارفه اتكلم. ايوه بيحسدني. بص بيعاكسني الكلام الجانبي ده. طب احنا مش سامعين احنا عايزين نسمع على فكره. لا 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 اشمعنى انت؟ اعمل لك السندوتشات على طول. هي عزه لسه معانا؟ عزه موجوده؟ ايوه مع حضرتك. فهماني يا عزه اللي انا عايزه اقوله. انت من جواكي لازم تتخلصي من احساس الايحاء والربط النفسي ده. مهما حصل قدامك صدقيني مره في موقف في التاني هتلاقي الدنيا عاديه. عشان لما بتتحطي في الموقف ده انت نفسك بتبقي مخرجه قدام الناس وبيبان توترك وارتباكك. صح ولا انا غلطانه؟ مش كده؟ مش بتحسي بكده من جواكي؟ لدرجه بقى في حد عندي من العيله اول ما بيشوفني بيقلق عليا يقول لي يا بركه بركه. يعني ابقى معديه مثلا عادي والانسان ده بيبقى شغال ومفيش حاجه في دماغي. اوعي تتهزي من الكلام ده. اوعي تتهزي من الكلام ده.
الناس لما بتربط الربط الالتحاق النفسي ده من اصعب درجه ممكن توصلي لها، وبعد شويه هتلاقي نفسك لا انت قادره تشوفي حد ولا قادره تروحي لحد ولا قادره تتعاملي مع حد، وبالعكس هتبقي في كل مكان انت موجوده فيه خايفه يحصل حاجه. ولعلمك الايحاء ده سيدنا علي بن ابي طالب كان ليه جمله كده بيقول لك كل متوقع ات، كل متوقع ات، يعني لما انت تتوقعي الحاجه ما هتحصل لك. في كتاب نفسي وهو معروف بره كل متوقع ات وهناكل السندوتشات. ايوه الله الله احنا معانا مخرج بيقلش كده. وبعدين نعمل الجناب. عايزه اقول لك على حاجه يا شباب، انتوا سامعيني ولا احنا معاكي؟ لا معاكي ناكل. واخده بالي ان السندوتشات خدتك مني انا في في كتاب بره بيدرسوه اسمه ذا سيكريت. الكتاب ده قايم على قاعده نفسيه موجوده في ديننا اللي هي حسن الظن بالله. انتم كاتبين ومشوشرين عليا؟ لا سامعين. اوكي احنا اسفين احنا اهو لمينا المواعين خلاص. برافو. ففكره ذا سيكريت ده ان انا كل حاجه مايند سيت، يعني ايه مايند سيت بالعربي؟ اللي هو كل فكره جوايا هي اصلا كل تصرف نتاج افكاري. يعني كل حاجه انا بفكر فيها هي هتحصل، زي جمله سيدنا علي كل متوقع. طيب هنشوف بقى الست سول جوهري. انا علمتني اعمل ازاي سندوتشات. ايوه ايوه عشان المخرج جعان. مش ده زمان، مش ده في الصعيد والفلاحين شبه حاجه عندنا مرحرح. ايوه مرحرح كده. شفتي انا عارفه ازاي؟ ايوه عرفت اسمه؟ يس. يس دي يعني ايوه ملهاش علاقه بالموضوع يعني. ايوه انا تمام كده. انا على فكره السندوتشتين دول هاخدهم معايا وانا طالعه. على فكره وانا داخله من البوابه اللي بتاع الامن قال لي مش هتخرجي غير لما تجيبي سندوتش. ايوه بقلب كده الاول. ايوه نقلب واحده. ايوه وبعدين ناخد من الجنب. كانك بتعمل ورق عنب. أيوة. أنا عايزة كل حد زي عزة حاسس وجوده في مكان والناس ابتدت تديله الإيحاء النفسي. أيوة. إن وجودك اللي هو إيه بقى فكرة أصلا يكلمونا. فكرة التطير في الدين فكرة غلط. إن ما ينفعش نتشائم. يعني التطير نفسه أو التشاؤم من حدث أو من بني آدم. أيوة. أو من رقم أو من وات إيفر أي حاجة، دي حاجة مش مظبوطة تمام. معانا المدام منى. ألوه ألوه. السلام عليكم. عندنا اثنين منى. ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا دكتورة، أنا لو أي حد جه يكلمنا مثلا أو يقول لنا أي كلمة أي حاجة، تبص لها حاجة عندنا تتكسر، عيالي يقعوا وتحصل ساعات حاجات كبيرة، مجرد بس أي كلمة حد يقول لنا حاجة. تمام. ده مثلا حلو وده كذا، أنتوا جايبين كذا. أوكي. تحصل عندنا حاجات فظيعة. مش عارفة ليه حضرتك. ما هو ده اللي أنا بقوله لك، إن الفكرة كلها إن الحسد موجود وقائم، وفي ناس فعلا من كتر ما هي نفوسها من جوه ما عندهاش الرضا بحالها، فهي اوريدي بتحسد اي حاجه موجوده قدامها. فانت اللي تعمليه انت بقى ان انت ايه ببساطه شديده تتحصني وتحصني ولادك. دي ليها علاقه بقى بينا كديننا وشايفين تحصني وحصني ولادك. ودايما لما حد ما تتكسفيش وانت بتتكلمي عن ولادك قدام حد، ما شاء الله لا قوه الا بالله. ده من الناحيه الدينيه. من الناحيه السيكولوجيه اللي هي حتتنا بقى يا جماعه، بلاش او معلقه صدقيني هتتعبي جدا في حياتك لو في كل موقف او في كل حاجه قعدتي تقولي لا ده هتحسد انت كده، لا هتخرجي ولا هتروحي ولا هتودي ولادك لحد ولا هتقولي. الناس بتوصل لمراكز علميه وبتعمل حاجات في حياتها، زي مثلا الممثلين والميديا اكيد بيحصل لهم احداث وحاجات كتير كبني ادمين، لكن احنا لو عملنا اللي احنا بنقوله ده وربطناه بالحسد احنا مش هنتحرك يا جماعه، مش طبعاً. هنعمل اي حاجه ولا هنتكلم عن اي حاجه. طبعا انا يعني سعيده النهارده، كان نفسي البسبوسه. لا انا عايزه قبل ما نخلص بس اوريكي، بس ثانيه واحده بس. أيوة. اوريكي التقطيع بس معلش عشان التقطيع دي اتسالت عليها. وتشيلي الكوبايه يا اسماء لو تشو عشان نشوف هنعمل ايه بقى. هنقسم الصينيه كده اربع تربع كده. ده عشان ما تتبهدلش واحنا بنطلعها. إيه لا هي بتدي يعني عشان الشكل بس. أوكي. تدي شكل جمالي بس. أوكي. تمام كده. طبعا البسبوسه ديت هتفضل هي والقطايف رايحه جايه على الجيران وعلى الحبايب. وما تنسوش كل سنه وانتم طيبين ويقعد عليكم الايام بالخير كده. وسلامي لكل يعني. الامهات اللي موجودين والله يرحم اللي مش موجودين معانا. وسلامي للوالده ست منى. عايزه اسلم. انا بتكلم ماشي بتكلم. اسلم بعد ما تخلصي. وسلامي حيره طايره ما فيش. ايوه كده
للحجة أمي أمنا بتلينة وسلامي طبعا للمخرج. سامعني ولا مش سامعني ولا بس بتعكسني؟ حاجة حلوة إن إحنا نشوفكم قبل رمضان. أيوة طبعا ده محفور في القلب. أستاذ وليد عمارة بمد الألف والأستاذ المصور الحسيني. أيوة أيوة الحسيني والاستاذ محمد الملكي يعني بيخرم ودنك بقاله 3 ساعات واستاذ الصوت ومحمد رأفت اللي دايما ببعت له الحاجات في الفرن بقى. تقريبا نفتالينا قالت في اخر حلقه او قصدي في اخر حلقه قبل رمضان بتسلم على كل الناس. ايوه ايوه لا 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 انا قاعد على قلبهم. مي تو. شوف ونقول نورتونا شويه القليلين دول. على فكره هم اللي اخروني. انا جاي هنا قبلها بساعه. وكل سنه وانتم طيبين. انا عايزه اسلم على اصحابي. وكل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بالخير وهي واصحابها. ايوه كلهم يعني الحسن. يا جماعه نتحلى باذكارنا حاجه جميله. نخلي نصفي نفوسنا دي حاجه. أيوة. اجمل نفوس. نتمنى للغير اللي موجوده عندنا ما نتطلعش ابدا لان تبقى عندنا حاجه دايما مش بتاعتنا وعايزينها عندنا. نتمنى للخير للجميع. اشوفكم حلقه جديده مع حكايات الخاله نفتالينا.